أهلا بكم إلى الأخبار في دقيقة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن أنشطة إيران في المنطقة مقلقة بشدة، متوقعا فرض عقوبات على برنامج طهران الصاروخي. النائب العام السعودي سعود المعجب يقول إنه تم الإفراج عن 7 أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم. قوات النظام السوري تستعيد بالكامل مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية. الأمم المتحدة تحذر من كارثة في غوطة دمشق الشرقية. قوات الجيش اليمني تحرر عدة مناطق جديدة شرقي العاصمة صنعاء. توقيف 100 شخص في تركيا في إطار عملية واسعة ضد تنظيم داعش في أنقرة. دبي تحتفظ بتاجها باعتبارها المدينة الأكثر زيارة في منطقة الشرق الأوسط. في الهند تلوث الهواء يدفع نيودلهي لإعلان حالة الطوارئ. أما نادي ريال مدريد الإسباني فيخطط لتجديد عقد لاعبه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع تحسين راتبه السنوي.